زراعة أكثر من 45 ألف هكتار من عباد الشمس بهدف تطوير وتوسيع هذه الزراعة الاستراتيجية في الجزائر، وذلك ضمن البرنامج الاستثماري الزراعي للموسم الفلاحي 2023. هو أهم المحاور اللقاء التحسيسي الذي جمع مدراء المصالح والغرف الفلاحية لخمسة وثلاثين ولاية. الهدف تاعنا يعني إن شاء الله في هذا البرنامج للموسم الزراعي الحالي هو تجسيد على أرض الواقع أكثر من 45 ألف هكتار، اللي هو يعني بإمكاننا باش نجسدوها، لأن كما رأيتم في المداخلة اللي قمت بها هو أن عندنا بأكثر من 600 ألف هكتار اللي تسمح لنا بدون الجنوب الجزائري تسمح لنا إنتاج هذا النبتة. عباد الشمس هي من بين الزراعة السهلة وغير المكلفة، ولكن لها بعد استراتيجي لكل دولة، كونها تساهم في تحقيق أمنها الغذائي بسبب ارتباطها بالأعلاف الحيوانية والزيوت الغذائية والعديد من المنتجات الاستهلاكية. دوار السمش هذا التكلفة تاعو ضعيفة وماش قوية بزاف، والمسار التقني تاعو سهل جدا، وحنا شفناه ولاحظناه، وهنا يا راح يمكن الفلاح باش يزيد يربح الأسمدة في الأرض تاعو. الجانب الأول هو رايحين نستغلوا الزيت الجزائرية، حتى ولا غدوة كاينة أزمة عالمية ما كاش اللي بيعنا الزيت، عندنا الزيت نتاعنا، نقدروا نتكلموا على عدة زيوت في الجزائر، باسكو عندنا الزيت الأصلية تاعنا اللي هي كما يقولوا زيت الزيتون، نزيدوا لها زيت تاع الكولزا، نزيدوا لها زيت عباد السمش اللي القوة تاع الإنتاجية تاعو أكثر منهم كل. إعادة بعث وإحياء زراعة عباد الشمس في الجزائر من خلال تجسيد استثمارات فلاحية وتشجيع الفلاحين على الإقبال على هذا النوع من الزراعة، سيعملوا على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد.